بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا بتعبير صريح لميشيل، قال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي: استخدمت اليوم روسيا الأسلحة الحرارية. يقول قال: أوكرانيا تحتاج إلى الـ ATACMS الصواريخ البعيدة المدى لضرب القرمص، نعطيهم ما يحتاجون من ستينجر جافلان وهايمارس وأسلحة بعيدة المدى ليربحوا. ويكون هذا بمثابة رد على رئيس الدوما الذي قال باستخدام الأسلحة الأكثر قوة، وهذا الذي عنى عند البعض تماما الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، لكن في واقع الحال اليوم تستخدم الأسلحة الحرارية. وتحرك الروس إلى شمال سوليدار وسيفاسك، وهجوم على رازدولوفكا ونيكولايفكا وفيسيليو وفيمكا وإيفانو داريافكا واسبروناي، يعني أن الروس يضربون في كل مكان للبحث عن نقطة اختراق حقيقية. والطيران المنخفض قصف اليوم في باخموت، وعندما دخلت مروحية أوكرانية جرى إسقاطها، وفي أوديسا دخلت أيضا بيرقدار، نزلت أقل من 8000 متر ليتم إسقاطها، فيما دخلت دبابة T-90M إلى حقل العمليات، وجرى تدمير رادارين مضادين للبطاريات. رادار الأول الـ AN-TPQ-37، وهناك TPQ-50 37 والخمسين، وسقطت اليوم كرازنوبولي وأيضا كرامينسكاي أو كرامينسكا. وفي زابورجيا وصلت القوات الروسية إلى أوغيكوف. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم يتحدد ماذا يجري؟ رئيس الدوما يتحدث البارحة ويرد عليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأصبح واضحا الآن أن أمريكا تقصر خط الأحمر بالنسبة للكرم. فالآن وبوضوح شديد تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن العودة ستكون إلى حدود 1991 وليس 2014، وهكذا فالوضع اليوم أصبح أكثر مأساوية. وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طامعة أكثر وبشكل كبير جدا في مثل هذا الوضع المتغير، لأن الطموح إلى القرن أصبح حديث كل من الجنرالات من أول جنرال إلى آخره. اليوم الأمريكيون لا يفكرون إلا في القرن. المسألة الثانية، لا بد من تحويل في نظر البعض الآخر، ويريد الروس الوطنيون الروس أن يكون أحد الأهداف كييف. وأمامنا وضوح في خلق جدار واسع ومدرع بالدبابات وأيضا بحالة القصف. القصف اليوم سيتم عن طريق هايمارس من جهة، وذلك بتسليم شيفر التحوي مباشرة إلى 300 كيلومتر، وأيضا الـ ATACMS، وهذا الصاروخ يمكن أن يصل إلى نفس الأهداف، وأيضا متعدد كهيماس تماما، إنما هو لديه 300 كيلومتر، يبدأ أيضا بالـ 160 كيلومتر، وأقصى تقدير له هو 300، نفس هايمارس 170 إلى 300، يعني إدخال الـ ATACMS نفسه هو هايمارس، يعني نفس الأطار نفس البينة، إنما لا يرغب الأمريكيون في خسارة المزيد من هايمارس، لذلك حولوا الأضواء إلى الـ MGM 140. نحن نتحدث اليوم عن 141 142 140 بالنسبة للام جي ام، كلها تستخدم في أوكرانيا، المطور غير المطور، القابل للتمديد في بالنسبة للمدى، الكل في حدود 160-170 كيلومتر وإلى 300 كيلومتر، رغم أن هناك الكثير مما نقوله بالنسبة للأسماء. الأسماء لا تختلف إلا بالنسبة للام جي ام 140-141-142، كل هذا سيعمل حاليا بشكل مباشر على الأرض.
إذا أمامنا هذا التقدم بالنسبة للتطويرات، لا بالنسبة للـ ATA CMS ولا أيضا بالنسبة للـ HIMARS ولا لما بعده. كل هذه السلة ستكون ضمن 3 مخ. عموما هذا هو القدر، يعني حوالي 3700 كيلومتر. نحن نتحدث عن 3.7، في بعض الأحيان تصل بالسرعة، إذا هناك سرعة قياسية ب 3.7، بين 3 و 3.7 لنكون أكثر دقة. وأيضا بالنسبة للحالة التي عليها هذا النوع من الصواريخ، أرض باليستي تكتيكي موجه مباشرة إلى الكرم. إذا أمامنا هايمارس، دخول الـ ATA CMS، كلاهما متجه مباشرة إلى الكرم، فيما يحاول الروس إغلاق هذا المنفذ بتحرير كامل دونباس، وآنذاك ينكر البناء على هذه العقيدة الدفاعية. اليوم هناك رغبة في كسر هذه الخطة والنفسية بالنسبة للروس، عندما يتأكد الجميع أن كل الثقل يجب أن ينتقل إلى القرم، وهذا كله من أجل إفراغ وبشكل واضح هذه المناطق القتالية وتخفيف القتال، لأن الضغط سيكون على القرم. كل هذا معلوم أمام نفسية الجنرالات، إذ يضعون هذا الهدف رغم تحققه أو عدم تحققه، وإنما الأصل في ذلك هو تخفيف القتال على الجبهات. ثاني مسألة أن الكل ينتظر في حدود الصيف القادم. في الصيف القادم ستنتهي المعركة على الأقل حسب الأمريكيين والجنرالات، فالكل سينتظر إما انتصارا روسيا في كل دونباس، وآنذاك يمكن أن تتحرر أوكرانيا من أي التزام بخصوص الناتو، وستكون جزءا من الناتو، لأن عمليا الآن أوكرانيا ضمن الناتو. وفي هذه الحالة فإن الناتو عليه أن يصل إلى القرم. إن كانت أوكرانيا عضوا فلا بد أن يحرر كامل أراضيها. في نفس الآن فإن هناك اعتبار آخر لما يجري بالنسبة للروس، فإن المزيد من التصعيد سيجعل الأهداف أيضا مؤكدة بسحق كييف وينتهي الموضوع. يعني أن هناك في توسيع الجبهات يمكن الوصول إلى اليونان، يمكن الوصول بالضربات إلى رومانيا، اليونان ورومانيا ثم أوكرانيا وبعدها بولونيا، وبولونيا أمام كل من بيلاروسيا وروسيا وهكذا. فالوضع شديد الحساسية بالنسبة لقضية الحدود. وأهم من كل ما يجري، فإن سقوط اليوم لكراسنوبولي يكشف إلى أي مدى يمكن استعادة الرقعة بالدومينو. إذا الأمر هنا على باخموت، يمكن الآن حصارها بشكل كامل كما حدث لسوليدار. إذا خلق هذا التصور الجديد بالنسبة لجميع المدن، حصارها، قطع جميع الإمدادات بشأنها، ثم بعد ذلك الدخول في معركة الشوارع. لا يمكن بأي حال اليوم وفي العقيدة الروسية أن يبقى الوضع استنزافيا في بخموت، يعني أن الوصول إلى تطويق بخموت كما حدث لسوليدار. وهذه التكتيكات لا يرغب فيها أساسا الكرملين أسباب تكتيكية. من المهم جدا أن إبقاء باخموت قوية، هذا يصنع على وجه دقيق أزمة في تقدم الهجوم إلى زابورجيا. إذا في حسابات الكرملين، لماذا هو يفتح هذه الجبهة؟ من أجل عدم توسيع الهجوم المضاد. لابد من جعل منطقة تستنزف بقوة من أجل تركيز جميع الجهود عليها، وهذا ما تنبه إليه الأمريكيون ودعوا مباشرة إلى وقف باخموت، إلى وقف هذه المعركة والانسحاب من باخموت والاستعداد لما سمي بالهجوم المضاد، وهذا الذي لا يمكن أن يكون إلا بالأسلحة الإضافية والأسلحة الجديدة التي ستتوصل بها أوكرانيا. إذا أمامنا أولا يقظة بشأن ما يريده أصلا الكرملين،
فيما فاغنر ينظر بطريقة أخرى، ينظر إلى حالة الإسقاط الفوري، ويمكن التوجه إلى جبهة أخرى تستنزف، لا مشكلة في ذلك ما دام الأمر سيذهب بعيدا إلى هذا الحد. إذن أمامنا أهم جبهة، لذلك فهناك اليوم أكثر من جبهة، انظروا إلى الخارطة، أكثر من منطقة مشتعلة، وهذا تبعا لما يريده أساسا فاغنر. وفاغنر أيضا ورئيسها ينظرون إلى حصار باخمود، لا مشكلة في حصار باخمود، وفي نفس الآن فالعملية جارية بكسر هجوم المضاد تجاه زاباروجيا، وهذا الذي يساعد فيه كل من المظليين وباقي الجيش. وفي هذا التكتيك يجد نفسه رئيس الأركان، وهو أيضا رئيس العملية العسكرية، والذي يضم كل من فاغنر من جهة، وأيضا الرئيس السابق للعملية العسكرية في أوكرانيا، والآن التكتيكان مجتمعان يعملان معا. لذلك فلا يمكن أن نقول هذا تكتيك المظليين وهذا تكتيك فاغنر وهذه حرب الجيش. الأمر الآن أصبحت عمليات مشتركة وفيها دمج، فقط دمج للتكتيكات، تكتيك الفاغنر وتكتيك الجيش. أما بالنسبة لهذا السقوط، فهذا سقوط يعني بالدومينو سقوطا إضافيا سيحدث. هنا نطرح سؤال مباشر حول استعادة الأوكرانيين لبعض المناطق وفورا يمكن تطويقها، لهذا يمكن تكتيكيا أن تنسحب فاغنر من أجل الالتفاف أو الوصول إلى محاور، وكل هذا ناتج عن ما سمي بخارطة متحركة، متحركة للأهداف، لكن من ما سقط سيبقى أساسا صعبا أمام أي هجوم أوكرانيا مستقبلا. من جهة فإن كانت لدى هؤلاء ستينجر مثلا لضرب المروحيات وغيرها، سنجد في الاتجاه الآخر اليوم وبإسقاط المي 8 الأوكرانية سقطت اليوم مروحية لتدخلها في باخمط، وكان واضحا أن فاغنر أيضا لديها ما يكفي من القصير المدى والمحمول الكتف تجاه المروحيات، لذلك فإسقاط الدرونات تم أولا في أوديسا من خلال إسقاط البيرقدار بعد نزولها على 8000 متر، وأيضا إسقاط درونين، ومن ثم إسقاط مروحية مي في باخمط، وهذا يعني أن الطيران اليوم أيضا، ولا يمكن أن تطير طائرة إلا ما بعد 8000 متر، وإن طارت على 8000 متر يصعب أن تشارك في أي عملية اشتباك كما في حالة باخمط، ولذلك فالمروحية سقطت، وأيضا البيرقدار التي كانت متجهة وعلى أيضا الحدود، كان واضحا أن هناك من يرسل رسالة أن البيرقدار يمكن إسقاطها، لأن في هذه الحالة وقريبا من أوديسا كان من الصعب جدا إسقاطها، لأن أوديسا تدخل ضمن أهم مراكز نقل الحبوب إلى آخره، ورغم ذلك فإن البيرقدار أسقطت كرسالة سياسية لعدم مشاركة أي طيران في منطقة تصدير الحبوب. هذه رسالة لتركيا قبل أن تكون للأمريكيين. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.